السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، كما نوهنا في الاسبوع الماضي حول حلقه جديده من برنامج بخدمتكم، سوف تكون بخصوص دائره الحمايه الاجتماعيه التابعه لوزاره العمل والشؤون الاجتماعيه. كان ضيافتنا الحلقه الماضيه الدكتور احمد الموسوي، رئيس هيئه الحمايه الاجتماعيه. طلبنا من عنده أن يحضر والرجل وافق، وفعلا لبى الدعوة مرة أخرى وأن يكون متواصل مع الناس بشكل مباشر. وحاولنا في هذه الحلقة، وكانت عندنا إشكالية في بداية الحلقة الماضية حول الاتصالات، ولكن الآن تم إجراء اللازم وسوف يكون لنا اتصالات مباشرة مع كل المواطنين من لديه إشكالية أو تساؤل حول الحماية الاجتماعية. ما عليه سوى الاتصال على الأرقام الموجودة أسفل الشاشة، وراح يكون خدمتكم مع ضيف حلقتنا اليوم الأستاذ الدكتور أحمد الموسوي، رئيس هيئة الحماية الاجتماعية. نرحب بك أجمل تحية مرة أخرى. تحية لك وجمهورك الكريم. شرفتنا دكتور، شكرا على تلبية الدعوة. خدمتكم. رغم إحنا نعرف بأنه التجوال بين القنوات الفضائية ورغم عملك الصباحي، هذا شيء إيجابي يحسب لكم على تواصلكم مع المواطنين، يحسب لكم مع الجمهور، ومثل برنامج بخدمتكم وعلى خدمتكم. جزاكم الله خير، إن شاء الله نكون بخدمتكم خدمة الناس عبر هذا البرنامج. جناب الدكتور، أعلن أرقام الهواتف. نعم. وراح يكون الاتصال يكون مباشر إن شاء الله من أي مواطن لديه استفسار إشكالية. طبعا لديك أخوة اثنين أعزاء بالاستوديو الآن. نعم. جاهزين بأي اسم يظهر، شنو نطلب من المواطن حتى الاخوان يعني بسنة. ان شاء الله هو اسمه واسم والدته والمحافظه، مباشره اذا عنده قطع اعانه او اي استفسار راح نجاوبه مباشره عن الاجراءات الخاصه بالحمايه الاجتماعيه. جيد، يعني الاسم الثلاثي واسم امه والمحافظه راح يجاوبوا مباشره من خلال راح نجاوب. نعم. جيد، الاسم الثلاثي اسم الام والمحافظه. نعم. يعني مثلا اللي مقدم نعم وطالع على الباحث فقط اللي هذا نقدر نستعلم عنه، اي اسم خاص بالحمايه الاجتماعيه سواء قطع راتب او عليه استقطاع، اي حتى اذا كان انه يريد يستعلم عن اسمه انه اكملت اجراءاته وبعد النظام ان شاء الله مفتوح راح نجاوبكم مباشر. ممتاز. هذا اذا مشاهدينا الكرام للتنويه فقط، اي مواطن من لديه استفسار او شكوى لا باس، الدكتور احمد رئيس الهيئه حيكون على اتصال مباشر معكم الآن ويتم الإجابة على كل تساؤلاتكم. أيضا الأخوة اللي مقدم معاملة، اللي متوقف بعدنا ما بلشت يلا اتصالات، يلا اليوم حتى لو نعرف الأسئلة ماكو مشكلة. خدمتكم. جزاكم الله خير. اتصال من محمد. جيد، صار لود على الاتصالات ماكو مشكلة، احنا نفرح أن نقضي حوائج الناس بشكل مباشر. وهذا ما كان بصراحة طلبه الدكتور أحمد أمانة من الأسبوع الماضي، قال ومن طلع من الاستوديو قال إذا كان اتصالاتي أريد أن أكون حاضر بها وأنا أجاوب على الاتصالات. هذا شيء يحسب لكم أمانة دكتور أحمد، جزاكم الله خير. عندنا اتصال، عند أسمع رنة الهواتف. صعد صعد الاتصال ماكو مشكلة. منو؟ طيني اسمك بالجو ماكو مشكلة. السلام عليكم، تفضلوا. السلام عليكم بس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي والدي مواليد 25. مواليد 25، بلي. يعني عمره 98، يحق له اللي شو اسمه التقرير الطبي ولا؟ نعم. عندك إجابة؟ إجابك مباشر؟ أي بلي إجابة. نعم. نعم، بدون ما هو يعني عاجز شيخوخة، ما حتى ما يحتاج تقرير طبي بإمكانه. نعم. نعم. إذا ما مقدم سابقا، إذا ما مقدم إن شاء الله يعني نكمل إجراءاته من خلال برنامجك. لا هو يستلم هو. ها يستلم، ما يحتاج تقرير طبي عزيزي، ما يحتاج، هو عاجز شيخوخة فما يحتاج أي تقرير طبي. ليش هو توقف راتبه؟ هو توقف راتبه؟ لا ما متوقف. جيد. نعم الحمد لله. على مدى بيان السنة، على مدى بيان السنة. نعم فقط يحدث بياناته من خلال موقع الإلكتروني ويسلمه للجنة الفرعية. إذا هو عمره كبير أي واحد من حضرتك تقدمه ما يحتاج تقرير طبي. بالخدمة. شكرا جزيلا على اتصالك. اتصال آخر. محمد، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عزيزي مقدم البرنامج، احنا كبار السن اعمارنا 60 سنه وخريجين كليات وفقدنا الامل والله بالحياه وبالدنيا، ولعله بس الدائره هاي الانسانيه، هاي الوزاره الانسانيه
وزاره العمل والشؤون الانسانيه. قلنا في السبوبه يعني نقضي بها هالايام هاي الباقيه من حياتنا، والله العظيم يا اخي والله انتهينا. والله قاعد نعاني من شبط العيش. لقد يعني حتى قوانا والله انهارت، والله العظيم والله العظيم. يعني ما نقدر لا نعمل، لا حد يريدنا، لا حد يقلبنا. بس نقدم هو رحمه الله. عفوا محمد جناب الدكتور يتحدث وياك بشكل مباشر، تفضل دكتور. عزيز محمد، انت قدمت الكتروني وبعدك ما مقدم؟ انا قدمت ورقي، انا اعلن باحث يوم 19/10. الحمد لله. هسه الاخوان بالكنترول بس اسمك الثلاثي حتى نشيك الاجراءات مالتك، وان شاء الله تستلم على الوجبات الجايه، بما انه زارك الباحث الاجتماعي ان شاء الله تنتظر الوجبات القادمه. جيد الحمد لله. محمد اسمك الكامل؟ الاخوه بالبرنامج سجلوا الاسم، سجلوا. تمام، هسه راح نجاوبك، هسه راح نجاوبك ان شاء الله. جيد ممتاز. الاخوان بالكنترول من وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه، لدينا اثنين من الاخوان كانوا برفقه الدكتور احمد، عندهم الاجهزه الخاصه بالبرنامج الحديث اللي هو يستعلم عن كل التساؤلات اللي راح نسمعها من جنابكم، ومباشره راح يعطوني الاجابه وانا اعلن الاجابه ان شاء الله. ان شاء الله. اتصال اخر هذا ياخذ المعلومات، طبعا هنا شوي راح نتاخر شوي معكم. احنا ناخذ بياناته تحليل نتائج فقط. الحمد لله. كان الاول واحد. نعم استاذ محمد، بما انه حالته تعبانه فنجاوبه مباشر، تسمح لي دكتور انه بما انه تحليل نتائج فقط. لا هذا الاول واحد. اي نعم اول واحد، معاملته مكتمله وفقط ينتظر انه الوجبات القادمه، ما اعلنا عنهم بالحلقه السابقه، عندنا اكثر من مليون اسره اكملت بياناتها، والان اي عباره يقدرون يدخلون على مظلتي، عندنا برنامج الالكتروني بالفيسبوك، راح يشوفوا اذا يطلع له عباره انه تحليل نتائج فقر، يعني انتظر الوجبات القادمه. مثل ما تعرف اعلنا وجبتين، وان شاء الله الوجبات القادمه حال اقرار الموازنه راح تبدا الوجبات تصاعديه. ممتاز. محمد الاتصال الثاني. نعم. مطلوب بحث ميداني. نعم، انه زار الباحث الاجتماعي بس ما ادخل البيانات، راح ناخذ الرقم مال التليفون الان من الاستديو ونوجه القسم يدخل البيانات حتى يكون جاهز الوجبات القادمه. جيد، يعني بس احمد ما يخالف، هسه اخذ محمود من احمد عزيزي. اخذ رقم تليفون كل متصل حتى الاخوان اذا يحتاجون ارقامهم. نعم. يكون افضل. نعم. لان هسه الاخ محمد مطلوب رقم تليفونه. نعم. وانا ما اتوقع اخذتوا رقم تليفونه. محمود مني نوا تفضلوا. الو محمود، السلام عليكم، تفضلوا. اخويا انا من محافظه نينوى. بلي محمود من نينوى. محافظه نينوى. بلي. اللي طلع وهاي الجيش صار بعد ما تعيجيني. بطلب بحث ميداني. نعم ان شاء الله. ان شاء الله الاخوه يقولون مطلوب بحث ميداني. نعم هذا يحتاج زياره الباحث الاجتماعي، هو ذكر لك الاخ محمود انه ما زار الباحث الاجتماعي، عندنا تعرف الاعداد المتقدمين في محافظه نينوى عدد كلش كبير، نجاوبه عمود ان شاء الله راح يزور الباحث الاجتماعي، عندنا خطه احنا خلال ثلاث اشهر راح نكمل جميع المتقدمين البحث الاجتماعي راح يزوره. نعم بالموصل عندنا اعداد كبيره اكثر يعني من 200 الف متقدم. حيل حيل تعبان. ان شاء الله ان شاء الله راح ناخذ رقم تليفونك الان مع الدكتور وراح ندز لك باحث اجتماعي ان شاء الله. لا حجينا حج محمود لا سد التليفون. اي بطلب بحث ميداني محمود. اوكي نعم. بس فقط اخذ رقم تليفونه. اخذ رقم تليفون محمود. نعم. اي لا سد التليفون الاخوان راح ياخذونه. اخذ رقم تليفوني. هيني لا تعلنا بالتلفزيون، هسه الاخوان راح ياخذون منك بالاستوديو وما يكون خاطرك الا طيب، شكرا محمود. نعم هو بياناته كلها عندنا بس تعرف اسمه، حتى رقم التليفون مثبت عندنا بقواعد البيانات، مباشره الولد راح ياخذون رقم تليفونه وان شاء الله ندز له باحث اجتماعي. جزاكم الله خير الجزاء. اكو اتصال وناخذ سؤال. قاعد اخذون بياناتهم. نعم. اثناء الحديث جناب الدكتور. نعم. اخر مستجدات يعني ان شاء الله اخر مستجدات اعلنا يوم الاربعاء عن اطلاق الوجبه الثانيه هي 59,000 وهذه حصريا امامك وامام الاعلام، جميع الذين خرجوا في الوجبه الثانيه هم من المعاقين حصرا، لم يتم استثناء اي مواطن خارج فئات ذوي الاعاقه في هذه الوجبه، وبالتالي انه عدد المعاقين الذين تم يعني شمولهم خلال هذا الشهر
الوجبة الأولى أعلننا عن 20,000 معاق، والآن أعلننا عن يعني 59,000 معاق، فيكون العدد 80,000 معاق خلال هذا الشهر أعلننا عنهم. وإن شاء الله يعني الآن سيستم الحماية الاجتماعية قاعد يحضر الرسائل، راح توصلهم رسائل مواعيد المراجعة، وإحنا أعلننا عنها، وتأكيدا راح توصلهم رسالة من سيستم الحماية الاجتماعية راح يحدد المواعيد المراجعة، والمعاقين هم ابتداء راح يكون موعد المراجعة من الثلاثاء المقبل، وإن شاء الله إحنا أمورنا كلها جاهزة والأسماء جاهزة لغرض استلامهم البطاقة الذكية ابتداء من الثلاثاء المقبل. ممتاز، أحسن. نعم أحمد، إذا كان جاهز التقرير الأول، أي خلنا نأخذ التقرير الأول، هو دقيقتين مو أكثر مشاهدينا، للسلام على آلية العمل، ومن ثم نعود لكم البرنامج. بالتزامن مع ارتفاع أعداد السكان، تتصاعد مؤشرات البطالة التي دفعت حكومة محمد شيع السوداني أن تضعها كجوهر أساسي في منهاجها الوزاري ومعالجتها عبر مشاريع متعددة، أهمها هيئة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل، حيث أطلقت الأخيرة عدة مشاريع لتحسين حالة الفقراء المعيشية، آخرها الخطوات التنموية التي أعلنت عنها بشكل رسمي. وبين مسؤولون في الهيئة بأن هذه الخطوات تعتبر جزءا من الخطة الحكومية التي وضعت لمكافحة الفقر في البلاد، وتتكون الخطوات من 7 نقاط رئيسية، تتمثل الأولى بإطلاق الوجبة الأولى من رواتب الإعانة الاجتماعية البالغة 121,676 راتب، وتضمنت الثانية شمول أكثر من 300,000 أسرة بمبالغ الأمن الغذائي، فيما تمثلت الثالثة بإكمال إجراءات التدقيق والبحث الاجتماعي ل 99,549 فرد، والخطوة الرابعة نصت على إكمال التدقيق والمقاطعة ل 905,551 فرد وأسرة، في حين تضمنت الخامسة شمول أكثر من 80,000 معاق براتب الإعانة الاجتماعية، وتمثلت النقطة السادسة بالكشف عن 163,000 متجاوز على شبكة الحماية وإعادتها إلى صندوق الهيئة الاجتماعية. أما النقطة السابعة تضمنت تحديد بيانات المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية لغرض تجهيزهم بالسلة الغذائية. مشاهدينا الكرام، راح نتواصل وياكم، طبعا شاهدنا هذا التقرير المقتضب، ودي يقولوا لي اخوان درمن للحق على الاتصالات، احنا بخدمتكم ان شاء الله، مثل ما اتفقنا الان مع السيد احمد الموسى والدكتور احمد، ان نستثمر، حاول بجهد الامكان نستثمر الاتصالات. اتصل اخ كرام حيدر قبل شويه، ما اعرف نسيت ايش قال لي، تأشير شمول، يعني مشمول الحمد لله، بس راح تجي رسالة نصية يعطي موعد المراجعة يراجع إن شاء الله يصدر البطاقة الذكية، يعني السيستم الخاص الآن إن شاء الله باكر السيستم راح يكون مكتمل وتوصل لجميع المستفيدين، إنه كان عددهم 60,000. نعم، إضافة إلى هذا إنه الآن موجودة موقع الوزارة، يقدر يدخل على موقع الوزارة ويبحث عن اسمه، راح يلقى اسمه وتاريخ المراجعة والمحافظة والقسم. ها ممتاز. نعم. ما شاء الله. نعم. جيد، عندنا اتصال. ألو احمد، ماذا اسمع؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك عيني استاذ؟ شلون كل الهلا بيك، بس نسمع صوتك شوي، علينا صوت الاستوديو شباب. عيني استاذ. اي اهلا وسهلا، تفضل. انا من الخانقين، من ديال الخانقين. اسم حضرتك؟ اي والله، عندي ابني مريض، عنده شلل بالمثانه ومعسكر على كلياته للنص، فوق النص ثلاث. بلي. وهسه مسوي له صاندا واراجعهم للحمايه الاجتماعيه، يقول مو يمنا. نعم. نعم. وياك دكتور احمد. اخ احمد حبيبي، هذا الموضوع مالتك يخص يعني هيئه رعايه ذوي الاعاقه، بما انه انت ما مقدم سابقا، الان مفتوح تقديم على هيئه رعايه ذوي الاعاقه، قدم عليه من خلال الرابط الالكتروني وراح يدزوا لك موعد خاص بالمراجعه انه يسوي تقرير فحص طبي. والله استاذ الرعاية يوم يقول مو يمنا. لا، الهيئه ذوي الاعاقه، نعم انت فعلا انت مو يعني يم الحمايه الاجتماعيه، انت راجعت هيئه الحمايه الاجتماعيه، توجه على هيئه رعايه ذوي الاعاقه، واضافه احنا راح نساعدك، الان راح اخذ رقم تليفونك. وانا اريد اكلفك نعم. بعد. نعم حاضر حاضر سهل. اخ احمد راح نتصل الان بالقدس الذكرى وراح ما راح تقصر وياكم ان شاء الله. اليوم صار له 6 سنين انا مخلي له فونده
نعم وشيز. نعم هذا التقرير الطبي يروح للمدرسه يذب الجيز خدمتكم يشد الصندل ويخلي جوا البنطلون ويروح للمدرسه لان شلل بالمثانة عنده مثانة عصبيه نعم وثالث عنده الكليات الاثنين فوق حاضر حاضر احنا بخدمتكم راح ناخذ رقم تليفونك تواصل ويا الاخت رئيسه ذوي الاعاقه وما تقصروا وياكم ان شاء الله يعني يا ريت الاخوان حتى بلي حجي نسد التليفون نسد التليفون الاخوان بكنترول راح ياخذون رقم تليفونك ويا ريت كل من يكتب كتبوا الاخوان بالاستوديو اسمه والمشكله ورقم تليفونه حتى تكون واضحه الدكتور احمد نعم حاضرين عندنا اتصال اخر الو داخل بيانات اعتقد نعم ما دا اسمع الصوت الاستوديو الو جيد لا راح اخذ سؤال الاخ احمد يعني اخذ سؤال البطاقات المستحقين للوجبه الثانيه انت يستلموها ان شاء الله من ابتداء من الثلاثاء المقبل راح نبدي انه ان شاء الله يتم عمليه الاصدار الوجبه الاولى والثانيه اللي صدروا بطاقه ذكيه ان شاء الله من 1/7 راح يبدون يعني المبالغ النقديه تنزل بحساباتهم الشخصيه نعم يعني ما يتاخر يعني اذا كان نفس الشهر بدايته نعم هو على الشهر الاخر هو القانون يعني يشير الى الشهر الذي يليه فالذين راح تكمل اجراءاتهم ان شاء الله بالشهر الذي يليه راح تكون تكمل الاجراءات الخاصه بالبطاقه الذكيه مالته ومثل ما انا اشرت لك انه جميع الذين كملنا اجراءاتهم الوجبه الاولى والوجبه الثانيه يعني صاروا عددهم 180,000 هم راح نكمل اجراءاتهم بالوجبه الاولى يعني خلال الاصدار الذكيه الوجبه الاولى اكملنا ارسال البطاقات يعني او الدعوه للمراجعه مباشره خلال الايام المقبله، اما الوجبه الاخرى ان شاء الله يعني غدا راح توصلهم الرسائل الخاصه بهم بالمراجعه وراح نشير لهم الى عمليه اليوم المحدد والساعه المحدده، واضافه الى كل ذلك انه الموقع الالكتروني احنا مضبطيها ودازيلهم احنا الروابط كامله وحتى يعني سوينا ملفات خاصه سواء اكسل او بي دي اف نشرناها حتى نخفف الضغط خطيه على ذول المشمولين حتى انه ما يحتاج يراجع اي يعني منفذ او كي كارد او الخاصه بال ابو انترنت من خلال التليفون ما تقدر يشوف اسمه. ممتاز احسنتم دكتور شكرا جزيلا. يعني ولو اكو اشكال هي انا اعتقد دا ما اسمع اذا اكو اتصال خلي اشروا الاخوان. نعم. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول لك شيء، أنا أخويا مقدم على الرعاية. اسمي كامل. غفار رحم عبيد. نعم. نعم. غفار. ظفار. رحم عبيد. غفار. غفار. زين. شنو المشكلة؟ مقدم على الرعاية وطلع للباحث في شهر رمضان. بلي. نعم. أجابه. نعم. نعم بما انه زار الباحث الاجتماعي هذا المعامله مالته مكتمله يعني اي واحد زار الباحث الاجتماعي خلي كل المواطنين يطمنون الذين زارهم الباحث الاجتماعي راح هم يعني بالوجبات القادمه راح نكمل اجراءاتهم الخاصه مالتهم بالشمول وجبات مختلفه العدد اللي عندنا احنا الان اللي اكتملنا الوجبات مالتهم هم بحدود 900 الى مليون وكلهم راح يكون عمليه الاجراءات مالتهم من خلال اقرار الموازنه الان الوجبتين اللي ذكرناهن الاولى والثانيه من المبالغ المتجاوزين الان نعمل على تجهيز وجبه ثالثه الوجبه الثالثه راح تكون من خلال المبالغ الخاصه بالموازنه ومن خلال ايضا ندعو انه سرعه قرار الموازنه حتى تكون الاجراءات كامله احنا مثل ما تعرف المبالغ الخاصه بالمتجاوزين الان احنا نعمل على استرداده المبالغ فعلا الذين ادخلناهم في ايراد في صندوق الحمايه الاجتماعيه هو من 17 الى 21 مليار ومكتمله، لكن الان نعمل احنا على الموازنه، تعرف الموازنه بها مبالغ خاصه باكثر من 6 وجبات 600,000 يعني اسره في بغداد والمحافظات وراح نقسمها ان شاء الله حال قرار الموازنه راح تبدي الوجبات متتاليه شهريا ان شاء الله حسب المخطط مالتنا كل بدايه شهر سيتم اطلاق 100,000 لغايه انتهاء السنه. يقول هاي تحليل نتائج فقر نعم مثل ما ذكرت لك انه بما انه زار الباحث الاجتماعي يعني تقريبا يعني اكثر صار هالشهر من زار الباحث في رمضان الماضي فهي راح تنتظر ان شاء الله حال قرار الموازنه اكو وجبات راح يكون اسمهم من ضمنهم ما شاء الله عليك دكتور يعني حافظهم كلهم نعم احسنتم دكتور بعد عندنا اتصال عبد عبد
تفضل اخوي العزيز. والله انا موت على مود المعاقين. نعم. المعاقين لكم؟ نعم، العفو، هو انت قدمت رعايه؟ زارك الباحث الاجتماعي؟ انا عندي راتب رعايه. نعم. تتقدم مال معين متفرغ؟ بس عندي ابني مقدمه بسكري وانا يعمل من دول الاعاقه وبمرض صرخ، يعني مشمول ولا مو مشمول؟ نعم. انت اجاك باحث اجتماعي؟ انا مسجله على دول الاعاقه. على هيئة ذوي الإعاقة. عزيزي، انه ايضا معلومة انه نوضحها للجمهور، هنالك هيئتين، هيئة رعاية ذوي الإعاقة وهيئة الحماية الاجتماعية. هيئة الحماية الاجتماعية تعطي إعانة حماية اجتماعية للمعاق، اما هيئة رعاية ذوي الإعاقة تعطي الراتب للمعين، يعني هو معاق تعطي راتب مثلا امه او اخته من الدرجة الاولى. بما انه انت مقدم، نعم نعم، بما انه انت مقدم اكو راح تجيك رساله نصيه من هيئه ذوي الاعاقه تشيل لك موعد. لا استاذ، يعني بس مره اخرى انا عندي مراتب مهيئه، اخذ على راتب. ها انت تستلم مهي. تمام نعم نعم، انت بامكانك تقدم على راتب الحمايه الاجتماعيه وتنشمل من خلال يزورك الباحث الاجتماعي. راتب المعين يعني ما يتقاطع ويا راتب الحمايه الاجتماعيه، لكن يعني ما يقطع الراتب. لا لا لا، ان شاء الله ما ينقطع الراتب عزيزي. الله يرحم والديك. الله يرحم والديك. خدمتكم عزيزي. شكرا جزيلا. مرتضى من بغداد، العفو، سؤال ثاني تفضل. يعني انا بخلهم، يعني مو بقدر الراتب. نعم. يستلمون رواتب. نعم. يعني يعني والله انا اشوف ظلم، يعني انا معاق والاخر واكو تعبان الناس، يعني شلون ياخذونهم عندهم قاع زراعيه عندهم سيارات حولوها باسم زوجاتهم. يعني ما حد يراقبهم. احسنتم، هو هذا راح نجاوب عليه. يقول اكو المتجاوزين الان ما يستحقون راتب الحمايه الاجتماعيه مثل ما تعرف. ادخلهم يعني ادخلهم. ان شاء الله ان شاء الله راح اعطيك. عندنا سؤال على عندنا اي راح نجاوبك هسه على نسبة عالية جدا الخاصة. يمكن نعم ان شاء الله راح اجاوب هسه مع الدكتور. نسمع بها اليوم لاول مره يسمعون بها المواطن ان شاء الله. مرتضى من بغداد، تفضل مرتضى. اه حبيبي. عمر انت طبعا بعد ما تشيكوا الشباب مرتضى من بغداد طلع مطلوب بحث. نعم مرتضى، زارك الباحث الاجتماعي؟ لا هسه بالتقديم هذا ما زال. نعم انت معاملتك كامله بس باحث اجتماعي ما واصل لك. ان شاء الله راح ناخذ. تمام، راح نتواصل ويا الاخوان، راح ياخذون رقم تليفونك وندز لك باحث اجتماعي. هو عندنا بحدود يعني بخدمتكم. بس لا تسد التليفون عزيزي، هو بما انه يعني اسمه طلعوه فهم راح يحفظوه. اها جيد. نعم. جيد ممتاز. نعم. ان شاء الله بخدمتكم. لا تفضل إيه. بعد خذ راحتك، احنا خذنا اسمك واحنا حاضرين. جزاكم الله خير دكتور، بخدمتكم. بعد الاتصال لو ناخذ اسئله. علاء. علاء السلام عليكم، تفضل علاء. علاء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ هازم تحياتي لك للدكتور. فدوى الحمرك يسلمك على راسك. سؤالين سريعات يعني عامات. اي بخدمتك تفضل. عندهم طلاب المشمولين بالرواتب وعندهم طلاب. نعم. شو هم يراجعون هسه لو بغير وقت من تنطلق الموازنة. تمام. والشغلة الثانية اللي انشمل بالوجبة الثامنة، ايش وقت يراجع البيان السنوي؟ تمام. انشمل بالوجبة الثانية يعني ايش قد يحسب سنة من أول راتب أو أقل؟ نعم. بس هاي شكرا جزيلا. جيد، ممكن جاوب عليهم دكتور؟ نعم نجاوبك اخ علاء، انه انت مثل ما تعرف دكتور احنا عندنا بالموازنه اكو شكرا جزيلا لك علاء. راح اجاوبك سلام. احنا عندنا بالموازنه خصصنا يعني الدوله خصصت اعانات اضافيه كل فرد انه بالمدرسه والده يستلم اعانه حمايه اجتماعيه، ابنائه مثلا ثلاثه، كل واحد منهم راح ياخذ مبلغ اضافي 30,000 دينار، هاي تشجيعيه حتى تكمل بالمدرسه. ان شاء الله احنا الان بهاي السنه راح ثلاث اشهر راح يصير التاسع الشهر العاشر وال11 وال12 وبالتالي ثلاث اشهر يعني القادمه من النصف الاخر، فهاي المبالغ مالته ما يحتاج مراجعتك، لان هم يعني احنا عندنا بروتوكول تعاون مع التعليم العالي ووزاره التربيه. حال اقرار الموازنه راح نبدي نقاطع البيانات حتى يتم اضافه المبالغ وحتى تزيد سقف الاعانه من خلال الطلاب، كل طالب الى 30,000 دينار. اما يعني الجواب من 70,000 قالوا 30 ب 70. نعم لا هو 30,000 دينار الان كل طالب هو راح نعطيه الان. اما المبالغ الخاصه بالطلاب الكليه هاي مبالغها واحد. لازم ايضا ياخذ تاييد من يمنه يطول مبالغ من خلال يعني الجامعات. اما السؤال الاخر هو انشمل الاخ بالوجبه الثامنه. بلي. يعني تحسب السنوي. نعم تحسب سنه من تاريخ شمولك راح تتراجع. نعم وايضا احنا سهلناها الان اذا يدخل على مظلتي
راح يشوف اسمه الكامل وراح يقول له تاريخ تقديمك للبيان السنوي حتى يكون ممتاز. يعني على علم يعني مثل هيك ناس هو حريص على يعني يقول لك هذا قوتي فاحنا راح نقول لك حق الملاحظات انه تستحق البيان تقديم بيان السنوي بتاريخ القد ممتاز نعم. مهدي عندنا اتصال من مهدي تفضلوا السلام عليكم وعليكم السلام بننجح معاني عمري 61 سنة نعم مقدم اخذ راتب رعاية وهسه سويت مال معين نعم هو مستمر على الراتب طلع اسمه دكتور نعم نعم وما عندي احد بس زوجتي قالوا انتي زوجتك نخلي لك اياها معين نعم بس هسه حادوني على الاسم انا شيخوخه عندي يعني اعطوني كتاب مال شيخوخه اي عجز شيخ اروح للجنة تمام راح اجاوبك استاذ مهدي انت تستلم اعانه الحمايه الاجتماعيه من هيئه الحمايه الاجتماعيه عاجز شيخوخه انه اكثر من العمر المحدد اكثر من 60 فانت عاجز شيخوخه اما انت الان تقول انا معاق اريد اقدم على هيئه رعايه ذوي الاعاقه هيئه رعايه ذوي الاعاقه النص القانوني يشير انه التقرير من اللجان الطبيه المختصه نسبه العجز مالتك لازم تكون اكثر من 63 75% انت اذا عندك نسبه عجز 75% راح تنشمل براتب المعين المتفرق هاي النقطه الثانيه النقطه الثالثه هي الاهم انه انت متزوج في هيئه حمايه اجتماعيه زوجتك تاخذ حصه 50,000 دينار من اصل اعانه الزوج فلذلك اذا انت خليت الزوجه معين لك راح تنقطع الحصه الخاصه باعانه الحمايه الاجتماعيه من الزوجه كون القانون لا يسمح بانه ازدواج الاعانه مع الاعاقه فاذا انت عندك احد ابنائك او بناتك اكبر من 18 سنه بامكانك انه تستعين بها كمعين بهيئه ذوي الاعاقه حتى ما يصير عندك تداخل بالاعانه احسنتم دكتور ابو كرار السلام عليكم ابو كرار الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عندك سؤال حضرتك وحضره خدمتكم مباركك الكريم استاذ الله يحفظكم تفضل قل استاذ رحمن ابو كريد نسال على مود زياده الرعايه الاجتماعيه وزياده الراتب المعين المتفرق اوكي هذا سؤالك نعم هذا سؤالكم اي والله هذا سؤال ممنون شكرا جزيلا تسمع الجواب قل استاذي نعم تفضل قل لي وقل لي وهي دولة احتياجات الخاصه يعني هم تبقى الرعايه لو هم يفصلونها من الرعايه يعني نعم اكو فصل نعم راح هي اصلا مفصول راح اجاوبك الان راح اوكي راح اجاوبك ابو كرار سؤال سؤالي انا ابو كرار يقول انه زياده الحمايه الاجتماعيه الدكتور احنا بكل صراحه احنا سلسله لقاءات مع اللجنه الماليه وقدمنا لهم الطلبات الخاصه برفع سقف الاعانه احنا عندنا بهاي يعني بهاي الموازنه اتفقنا مع ثلاث نقاط النقطة الأولى أنه زيد سقف الإعانة مثلا اللي يأخذ 125 تعطي نسبة زيد سقف الإعانة والنقطة الثانية الخاصة بتوسيع الشمول احنا الآن ناخذ 1,700,000 أسرة من المقرر نزيدها 600,000 أسرة هاي يسموها الزيادة الأفقية والنقطة الثالثة هي الزيادة تكون من خلال الطلاب الطلاب داخل الأسرة راح نعطيهم زيادة نعم. النقطة الثانية والثالثة اتفقنا عليها الزيادة 600,000 اتفقنا عليها ودخلت المبالغ أما الزيادة مال المبالغ الطلاب أيضا اتفقنا عليها ودخلنا المبالغ أما أكون صريح وياكم الزيادة بسقف الإعانة لغاية الآن لم تحسم طلباتنا سلمت إلى اللجنة المالية وحددنا المبالغ بالدقة والأعداد بالدقة وسلمت اللجنة المالية لغاية الآن لم يحسم بانتظار قرار الموازنة حتى نجاوبكم بشكل رسمي صارت الزيادة أم لا أما زيادتين الثانويتين فتم الاتفاق عليهم من الآن أنه أنا أقول لك أنه طلاب لهم مبالغ وزيادة أعداد الأسر 600,000 تم الاتفاق عليها شطر نعم. الدوائر نعم هي الهيئتين منفصلة ومستقلة هيئة رعاية ذوي الإعاقة وهيئة الحماية الاجتماعية داخل العمل والشؤون الاجتماعية حيدر تفضل حيدر الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هذا طبعا صار. تحليل نتائج نعم تحليل نتائج الفقر نعم ايش وقت استاذ تنطلق هاي الوجبه اذا ممكن نعم حيدر انت كم طفل عندك ما عندي أطفال نعم راح أجاوبك هسه يعني استاذ حيدر دكتور احنا قلنا انه عندنا اكثر من 800,000 الى مليون تم اكمال المعاملات مالتهم بانتظار قرار الموازنه ان شاء الله حال قرار الموازنه راح تبدي اجراءاتنا الخاصه بالشمول اللي مثل معامله حيدر اللي يطلع له الان مظلتي تحليل نتائج فقر والتتابعيه من نهايه السنه راح تطلع لنا 6 وجبات على 100,000 ان شاء الله يكون هو واحد من هاي الوجبات ان شاء الله امراه من النجف السلام عليكم حجيه السلام هلا بك امك تفضلوا
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بدي أسأل، إحنا حصلنا البطاقة الذكية. نعم. زين. بس قالوا لنا أول يوم هذا الشهر روح تستلموا. نعم. راح هي صدرت الآن. نعم. بس مرة إحنا حطوا هاي البطاقة بالجهاز طلع لا. أنت شو وقت استلمت البطاقة الذكية ماما؟ مرفوض طلع هذه بالبطاقة. نعم، شو وقت استلمت البطاقة الذكية؟ استلمناها 10/5. نعم نعم، راح أجاوبك الآن، راح أجاوبك. مثل ما نعم راح أجاوبك، مثل ما قلت لك إنه الوجبة الأولى والثانية اللي استلموا الوجبة الأولى والثانية راح يستلمون 1/7، لأن إحنا كنا محتسبين الرواتب مع الشهر السادس، فالقانون يشير إنه تستلم بالشهر الذي يليه، بما إنه تصدرتي راح تستلمين على الشهر القادم 1/7 تستلمين. يعني استحقاقها راح يكون 1/7. انطلاق الرواتب بيصير 1/7 اللي عامل. الوجبتين، نعم الوجبتين، الوجبة الأولى 121,000 والوجبة الثانية 60,000 المعاقين اللي راح يصدرون قبل 1/7 راح تكون الإعانة مالتهم ابتداء من 1/7. تقريبا سدني أي عادة أنتم كل شقد يستلم الراتب؟ هو شهريا شهر؟ نعم كل واحد يوم واحد بالشهر تنطلق الإعانة. دنيا تفضلي. سيدنا عدد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أنا مقدمة على راتب المعين المتفرق الوالدتي. نعم بل. أنا 7 سنوات مقعدة بس أنا يعني هسه شهر الخامس قدمت. بل. مشكلتي أنه أنا إذا مثلا جتنا رسالة أو اتصلوا بي ما أقدر أخذ أمي لأن عدسها تام يعني. جدا صار شلون يعني تطلع وجهي بيت مثلا نعم. يشوفوها نعم راح اجاوبك مع انه هي ما عندها راتب رعايه بس عندها تقاعد 300,000 يعني عن طريق اختي متوفاه نعم راح اجاوبك عيني وياك دكتور بما انه هي عندها تقاعد فهي ما راح تنشمل اصلا بإعانة الحمايه الاجتماعيه وانت قدمتي بالنسبه للمعين المتفرغ يسووا لها معين متفرغ انت تنتظر رساله فقط يسوي لك التقرير الطبي فيحتاج يوم واحد فقط انه تراجع هيئه رعايه ذوي الاعاقه واحتياجاتها الخاصه حتى يكملوا لها التقرير الطبي، اما باعانه الحمايه الاجتماعيه اصلا هي عندها راتب 300,000 ففوق سقف الاعانه فما هي حق لها تقدم على راتب الحمايه الاجتماعيه. جيد، اوكي دنيا؟ جيد، باسم؟ تفضلوا باسم. الو تفضلوا باسم. عيني سوينا انا لجنه، اللجنه يطول 75 يقول ما يستحق هذا. نعم. نعم، استاذ باسم راح اجاوبك. هو يقصد على هيئه رعايه ذوي الاعاقه احنا نجاوب اليوم يعني بالنيابه عنها وهي اختنا وزميلتنا يعني استميحة عذرا بس نساعد الناس انا ايضا مطيه التخويل نتكلم عن هيئتين هي هيئتين خدمه الناس فان شاء الله عزيزي استاذ باسم بما انه انت سويت تقرير طبي وطلع اقل من 75% انت ما مشمول فلذلك اكو هنالك عمليه استئناف للقرار اذا انت تقول انا عندي نسبه عجز والتقرير الطبي ما كان منصف الي فبامكانك تراجع هيئه رعايه ذوي الاعاقه تستئنف القرار حتى يحيلك للجنه اخرى نعم جيد احسنتم نعم. عندنا اتصال الو جيد شلون تهاني من بغداد تفضلي تهاني عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اي ممكن اكلم الموسوي يا مرحبا تفضلي يا دكتور الموسوي اخويا انا قبل كم يوم خابرتك تقريبا هيك اسبوعين ثلاثه نعم. على قناه العراقيه نعم ومن اجيتك للمكتب همتين يا مطلوب عندك اثنين عندك اسمين نعم اهل المكتب ما قصروا هاي نعم بس بقال الباحث تمرين هسه ماما قاعد يقولوا له من الكنترول انه شالوا القيد المكرر بقالك بس مطلوب بحث ميداني اتذكر المراجعه على قناه العراقيه وانت راجعتينا هسه شالوا القيد المكرر بقى راح يدزولك باحث اجتماعي ان شاء الله هسه راح يتواصلون وياك على التليفون حتى يكملون لك الاجراءات الخاصه بيه بس دي التليفون نعم ماما انت نعم ماما بما انه انت شالوا القيد المكرر الان معاملتك كامله بس انتظري بحث اجتماعي وهسه راح يتصلون بيك يكملوا لك المعامله جيد حجيه تهاني لا تسدين تليفون خلي ياخذون رقمك الاخوان حتى يتواصلون وياك ان شاء الله نعم جيد اسولف له
حيرتني. جيد، بيانات المرور شنو المشكله دكتور؟ احنا كم... خلينا نحكي على المتجاوزين. نعم المتجاوزين، لكن حوارنا على المتجاوزين. نعم مثل ما تعرف احنا كملنا الوجبه الاولى ال 163,000 ويوم الاربعاء لنا عن الوجبه الثانيه من المتجاوزين، هم عددهم 12,000 متجاوز، يعني بهاي يعني من تقريبا راح يكون العدد 175,000 متجاوز على نظام شبكه الحمايه الاجتماعيه. هاي الفتره بس؟ نعم نعم، هي هاي الفتره يعني بدايه البحث الاجتماعي من يوم يعني 1/6/11 لغايه الان، هي 175,000 متجاوز على شبكه الحمايه الاجتماعيه في بغداد والمحافظات. والان العمل الجاري المبالغ اللي حصلناها نقدا كانت 21 مليار نقد دخلناها دينار. في نعم دينار دخلناها في صندوق الحمايه الاجتماعيه، اما المبالغ المقسطه هي تعبر ال 200 مليار. الان نعمل على انه المقسطه حتى يعني نستعجل بعمليات الاسترجاع مالتها، واما وهذا كل هذا يصب في مصلحه انه نوسع الشمول، نخرج اسر متجاوزه وندخل بداله اسر هي المستحقه بالشمول. فلذلك انه احنا اعلنا عن البرنامج الحكومي 600,000، ربما انه راح يتعدى 600,000 هي من المبالغ المتجاوزه. احسنتم دكتور. زينب صالح عندها سؤال، تفضلي زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رحم الله والديك. اختي عندي اختي راح تاخذ راتب تقاعدي يعني 90 هيك اكثر شوي يعني 93 وهذا. يعني اختي هي ما متزوجه وقدمت على الرعايه الاجتماعيه، في حق لها انها تاخذ رعايه اجتماعيه؟ لا، ايش قد تاخذ راتب تقاعدي؟ الحصه ايش قد تاخذها؟ تاخذ يعني 90 هيك يعني شوي 93,000 دينار. نعم راح اجاوبك الان، اجاوبك يعني حقها تاخذ رعايه. نعم راح اجاوبك على الرعايه بس لحد الان ما طلعت معلومات. تمام راح اجاوبك الان، اجاوبك يعني مقدمين على الرعايه. نعم هم مقدمين على الرعايه بس عندها حصه تقاعديه، راح اجاوب الان بما يخص عن مود كل المشاهدين يعرفون الفقره القانونيه. تفضل خدمتكم. بما انه هو نعم قانون الحمايه الاجتماعيه مثلا هي كانت ارمله، ايش قد تاخذ اعاده حمايه اجتماعيه؟ تاخذ 125,000 دينار. الان هي تستلم ايش قد؟ تستلم 93,000 دينار. الان اذا قدمت على راتب الحمايه الاجتماعيه او اعاده حمايه اجتماعيه واكملنا اجراءات وراحت الى وزاره التخطيط واثبتت انه دون خط الفقر، تستلم فقط الفرق الاعانه. يعني 125 تنقص منها 90,000 دينار فقط الفرق الاعانه. لذلك لغايه الان اللي ياخذون حصه تقاعديه من ذوي الشهداء لا يسمح لهم بالتقديم على اعانه حمايه اجتماعيه، وحسب الراي القانوني الواردنا من الامانه العامه لمجلس الوزراء. نحن هيئه الحمايه الاجتماعيه النظام مالتنا يسمح بصرف المبالغ، لكن هنالك مانع قانوني بانه صرف هذه المبالغ على اعتبار انه التفسير القانوني انه هذا ليس راتب. مثل ما تعرف الان في قانون ذوي الشهداء يقول انه بامكان الجمع بين راتبين، الامانه العامه تفسيرها تقول هذا ليس راتب وانما اعانه الاجتماعيه وقتيه، فلذلك لا يجوز الجمع، وانما لكن انه احنا عندنا الفقره القانونيه تعطيك مبلغ الفرق بين الاعانتين فقط. الان اذا قدمت هي تستحق فقط الفرق، يعني بحدود ال 35,000 دينار. ممتاز. نعم حجي مهدي رجع بالاتصال، اعتقد له اتصال جديد. تفضلوا حجي مهدي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. العفو قبل شوي انا خابرت، انا عندي تقرير طبي صار له 2 سنوات. نعم. كانت في بداية يصلح لي العمل كليا. نعم. انا اخذ راتب رعايه. نعم. بس خذيت زوجتي اجتماعين جاي راجع بالمعامله، قالوا لي هسه تروح تسوي لجنه، انا نسيت. تمام. ودوني ادعي للجامعة. العفو حجي، انت بالتقرير الطبي مالتك مثبتين نسبة العجز؟ لا بس كان في دافع للعمل كليا. نعم، إذا صادر مين صادر التقرير؟ من لجنة مختصة؟ من اللجان هي صارت من سنوات تقريبا 10 سنوات. نعم نعم نعم. بس صار شيخوخة اعطوني كتاب صار نعم. سنة قالوا حجة شيخوخة بعد. تمام. إنه أنا ماني معين طالع اسمي بس ما أدري صار بالسنتين طالع. تمام راح أجاوبك راح أجاوبك. تمام حجي نعم عزيزي، بما يخص انه التقرير الطبي بان الحمايه الاجتماعيه احنا نعتمد التقرير السابق.
اما هيئه رعايه ذوي الاعاقه يحتاجون تقرير، اذا انت تقدم جديد يحتاج تقرير طبي جديد، يعني مصادق وجديد، فانت التقرير الطبي مالتك راح تطلعه وديه لهيئه رعايه ذوي الاعاقه، واضافه لهذا انه انت تجيب تقرير طبي حتى يثبت الحاله مالتك، التقارير الطبيه في هيئه ذوي الاعاقه يجب ان تكون جديده، اما احنا كهيئه حمايه اجتماعيه نعتمد على التقرير القديم السابق ويمشي. احسنت، جزاكم الله خير. عندنا اتصال محمد راضي، محمد راضي تفضلوا. السلام عليكم استاذ، شو اخبارك؟ وعليكم السلام. طبعا يقولون الاخوان الزملاء ترى هذا اخر اتصال لان وقت البرنامج بدا ينفذ. نعم تفضل. السلام عليكم استاذ. عمر انت، كل الهلا بيك. شلونك استاذ، شو اخبارك؟ كل الهلا بيك. استاذ دبي سيد، عندي شويه مال القروض مال 2015 خذيناه 10 ملايين. نعم بل. تفضل دكتور. نعم اي والله استاذ، احنا خذيناه 2015. نعم. على اساس مشاريع، وبعد صادفت الحروب والتقشي والهاي كل شيء، ما استفادينا من عجز لحد الان، بقيت بذمتنا احنا. نعم. بلكت مقابله سيد الوزير، بلكت العفو، انت تريد ترجع المبلغ وتريد تطفي المبلغ؟ بلكت الله مقابله سيد الوزير، بلكت قصته يعفيني انه صار بعد الحروب وداعش والتقشف. نعم. كل شيء ما استفادينا. نعم. راح اجاوبك عزيز. وعدة تحليل النتائج هو. نعم، هو مقدم على اعانه حمايه اجتماعيه وعنده قرض، مثل ما تعرف اخي محمد، انه انت ما يسمح لك الان يعني تكمل معاملتك براتب يعني الاعانه حمايه اجتماعيه، لان انت مستفيد سابقا من القرض. اما مشكله القرض شلون نحلها؟ هو يقول انا اخذت 10 ملايين والان لا اقدر اسددها ولا اقدر اخذ اعانه حمايه اجتماعيه، اعانه حمايه اجتماعيه مستحيل يقدر يكملها، لان هو استفاد من القرض، هي فرصه واحده من الوزاره، خدمات الوزاره. لكن الان انت تريد تطفي المبالغ، اطفاء المبالغ ليس من اختصاص لا سيد الوزير ولا اختصاص اي احد، حتى وزير المالية. حتى الوزير ما عنده صلاحيه، ليش؟ لان هاي مبالغ خاصه يعني بصندوق الاقراض، هذه صندوق الاقراض هذه مبالغ لا يمكن يعني يتنازل عنها او اطفاء عنها، لكن السيد الوزير بامكانه انه يقسط لك هذه المبالغ حتى انه تتمكن انت يعني تعالج امورك وترجع المبالغ، لان هاي مبالغ خاصه يعني فرص اخرى يعني مبالغ خاصه بالعمل، فهذا الحل القانوني الوحيد لك. يمتى يراجع؟ شلون يراجع؟ اي يوم يقدر هو يراجع، هو الان اذا راح يعني يستنفذ المده ما يقدر يرجع باقي المبالغ، هم راح ياخذون باجراءات القانونيه، فانت تقدم طلب من خلال مكتب السيد الوزير، وان شاء الله السيد الوزير يوافق لك على تقسيط، يعني يكمل لك تقسيط المبالغ. زين، على راتبه هو اصلا مع الراتب، شلون راح يقسطه مباشره؟ يعني هو يمددوا له، يعني مو يقسط المبلغ، يمددوا له قسط المبلغ، يعني مثلا هو لازم كل سنه يرجع مليون، فبامكانه يسويها مثلا يمددها 4 أشهر 5 أشهر حتى يتمكن ماديا ويرجع هذه المبالغ. هاي مشكله القروض، مشكله جدا عويصه. يعني مثلا اكثر الذي اخذوا هاي المبالغ، انت مفروض تفتح بها مشروع، مو مثلا تاخذ هذا المبلغ انه تروح انت تقضي به كم حاجه وبالاخير انت راح تتورط به. فلذلك نصيحه، ان الان عندنا 400 مليار راح تخصص للقروض، نصيحه انه ابدي اشتغل حتى تسدد هاي المبالغ. احسنت. طبعا دكتور اليوم والله ما حسينا بوقت البرنامج، لان ايقاعه جدا سريع ومشاكل الناس هو ما تخلص. نعم. فشنو؟ خدمتكم. راح نمون عليك يعني، ما اعرف، انا راح اتصرف من يمي. فعلا نحتاج لنا حلقه بعد اتصالات، فقط اتصالات. ان شاء الله انا حاضر بخدمتك. جزاكم الله. ان شاء الله عزيزي. ممنون، ما قصرت. الله يسلمكم. مشاهدينا الكرام، الاسبوع القادم باذنه تعالى، وشكرا طبعا لكرم اخلاق دكتور احمد رئيس هيئه الحمايه الاجتماعيه، استجاب مباشره. الاسبوع القادم راح يكون ضيفنا، اللي عنده استفسار نعتذر للناس، لان يعني بصراحه حدث كبير جدا، والاخوان يقول قفلنا الاتصالات لان نفذ وقت البرنامج. الاسبوع القادم من لديه استفسار او اتصال راح نكون بخدمتكم، والدكتور احمد راح يكون بالاستوديو، راح يتم الاستجابه لكل اتصالاتكم، ونحاول بكل وسيله ان نسخر كل وقت البرنامج فقط للاتصالات. وفعلا اليوم احنا اغلب وقت البرنامج هو صار بس اتصالات، وكثير من الاسئله ما دوناها. الاسبوع القادم في الساعه 9 مساء يوم السبت راح نكون بخدمتكم في هذا الوقت مع الدكتور احمد الموسوي رئيس هيئه الحمايه الاجتماعيه. شكرا جزيلا لوقتك، شكرا لكل الاجابات.
حول هذا الموضوع. ان شاء الله عزيزي. واضافه الى هذا انه عندنا رقم مجاني 10 18، اذا تنوه له حضرتك اي واحد عنده اي استفسار مفتوح على 9 خطوط ومجانيه يقدر يستفسر ويجاوب الاجابه. فقط دوام اوقات الدوام 10 18 هو مجاني، يقدر اي واحد يتصل به راح يجاوبه مباشره ويعطوه كل الاجابات. واضافه الى ذلك انا بخدمتكم وبابي مفتوح وقناتكم ايضا. انا اشكركم على هذا البرنامج انه فعلا هو ويا الناس واحنا بخدمه الناس حتى نطبق المقوله فعلا. وانا باي لحظه انا حاضر لاي استفسار وانا حاضر. ومثل ما وعدتك ان شاء الله ميداني راح اكون معكم ان شاء الله. لنا شرف الحضور هناك. نعم. وان نخدم الناس من خلالكم ان شاء الله بخدمتكم. عزيزي. الله يسلمكم دكتور. شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا الكرام تقبلوا تحيات كادر البرنامج، وشكرا جزيلا للاخوه من هيئه الحمايه الاجتماعيه الحاضرين اسمائهم، يعني احب ان اشكرهم بالاسماء ان شاء الله. الباحث الاجتماعي محمد وايضا المرافق براء، فهم اليوم كملوا اجراءات بالاتصالات واحنا حاضرين باي وقت. هذا واجبنا يعني. جزاهم الله خير منا ومن كادر قناه الايام. شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا الكرام نلتقيكم باذن الله تعالى يوم السبت القادم في الساعه 9 مساء وحلقه خاصه عن الحمايه الاجتماعيه. في امان الله.